واخيرا عملت الحلم اللي انا بحلم بيه من زمان، صنعت الدومة اللي انا عايزها بوبي. ومش لوحده، ده انا كمال عملت الدمية التانية مومي. هما دول اللي هيغيروا مجرى الحياة كلها زي ما انا كنت بتمنى. هيخلوا الدنيا كلها العاب والعاب، وهجوزهم لبعض، وبعد كده هيخلفوا كمية دمى شريرة جدا. هو ده اللي انا كنت بحلم بيه. اتدري للفرحة كم صوت، هي الفرحة ليا صوت، قوقعة للضحكات، جلجلة الأمنيات، زازكة للعصفور، طبطبة حتى تدق تبول. بالله عليك يا سنجوب، بقى ده صوتي اتسمع ده؟ هو فرحان بالمايك اللي بيطلع صدى صوتي الجديد ده؟ يا ناس قرف، أنا مش عارف، أنا مش عارف، ده صوته وحش قوي، ده صدعني بالمايك فعلا، ده صوته معفن جدا. أنا مش فاهم هو مندمج كده ليه؟ ده صوته يقرف القرف. يا نهار ابيض بقى، انا الاغنيه دي بتجيب من جوه يا جماعه، بتجيب من جوه جامد قوي، وبتخليني عايز اعيط كده على طول. اسكت بقى وبطل قرف، صدعتنا بالمايك اللي انت جايبه فرحان بيه ده، اسكت بقى. فعلا صوتك مقرف قوي يا عمر، خلاص بقى خلاص بقى بجد، صدعتني صدعتني، ده انا عرفت من المكان ده بسبب صوتك. بسبب صوتي؟ على فكرة محدش فيكم بيقدر المواهب اللي عندي، انتوا مش حاسين بالمواهب. المواهب اللي زي دي بتغني في ذا فويس كيدز، بس انتوا مش عارفين المواهب اللي عندي. هو ايه اللي ذا فويس كيدز ده؟ انت اخرك تغني في ذا فويس فيس؟ ايه الهبل ده يا ابني؟ يا ابني صدعتنا، الله يخليك، اهدى. الصراحة الصراحة يا عمر، انا مع سنجوب وشايف ان هو كلامه صح. انا عارف ان انتوا اصلا غيرانين مني ومضايقين ان صوتي حلو، وانا متاكد ان انا ممكن ابقى مغني مشهور جدا واعمل اغنيه كبيره جدا وابقى مشهور كمان. ربنا يعينك على المهلبيه اللي في دماغك، ربنا يعينك على المهلبيه يا عمر، اقسم بالله. الف مبروك لينا يا حبيبتي. دلوقتي انا بوبي الشرير ومعايا مراتي حبيبتي مومي، خلفنا لعبه جديده. اللعبه دي اللي هتبقى أساس في إن إحنا نحقق كل مخططات الدكتور زعبل، ونعمل كل اللي إحنا عايزينه. ونخلي البشرية تنقرض. بس مشكلتنا إن إحنا ما بنطلعش بالنهار، واللي إحنا لو طلعنا بالنهار هنموت وهنتحرق. لكن إحنا زي ما الدكتور زعبل اخترعنا، إحنا بنطلع الساعة 12 بالليل، نقدر نعمل كل اللي إحنا عايزينه، وكل الشر اللي في المدينة يكون بسببنا إحنا. أيوة يا جوزي يا حبيبي، أنا متأكدة إن إحنا هنبقى عندنا أطفال كتير جدا، وهيبقوا كلهم ألعاب، وهنعمل كل اللي إحنا عايزينه، وده فعلا اللي هيحصل يا بوبي. برافو عليكي، برافو عليكي يا بومي. طب انا طيب مش جايلي نوم، اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عايز انام دلوقتي بجد، مش عارف اعمل ايه. انا جايه معايا اني العب لعبه الاستغمايه. بقول لكم ايه، بقول لكم ايه، صحوا النوم بقى، قوم يلا قوم يلا يا سنجوب، قوم يلا يا مشمش. ايه يا عمر، حد يصحى حد دلوقتي؟ هي الساعه كام كده دلوقتي؟ يا عمر انت هتجنني بجد بجد، انت هتجنني. الساعه كام يا عمر؟ الساعه 12، وانا الصراحه مش جالي نوم ومش عارف انام. فانا بقول لكم ايه، ما تيجوا نلعب لعبه الاستغمايه. قلتوا ايه بقى؟ ده اسمه كلام، ده اسمه كلام يا عمر، حد يصحينا الساعه 12 بالليل علشان نلعب لعبه الاستغمايه. ايه يعني انت فعلا مصحينا عشان لعبه الاستغمايه؟ انا افتكرت في حاجه مهمه يا عم. الله يسامحك بقى، انت ليه كده غوت ابني معاك؟ انا ايه ذنبي دلوقتي؟ انا عايز انام، مش كفايه صدعتني طول اليوم بصوتك؟ وفيها ايه يعني لما اصحيكم عشان تلعبوا معايا استغمايه؟ ما انت اكتر من مره يا سنجوب بتقول لي يلا نقوم علشان عايز اعمل حمام، وخايف اخش الحمام لوحدي، وبعد كده بقفلك عند باب الحمام.
وانت مش اكتر من مره برضه تصحني من النوم علشان عايز برضه تشرب ميه وخايف تروح تجيب الميه والملجأ مظلم، صح وانا غلطان؟ خلاص يا عم خلاص، انت هتزلني ولا ايه يا عم عمر؟ وعلشان بتيجي بس معايا عشان اشرب ميه هتزلني؟ خلاص يا عم هنلعب استغمايه. انا الصراحه هلعب معاك استغماية علشان انا عارف لو ما لعبتش معاك استغماية مش هتيجي معايا وانا رايح الحمام وتقف قدام الباب. انا عارف انت ماشي بمبدا قدم السبت تلاقي الحد. يبقى يلا نلعب لعبة الاستغماية. بصوا بقى من الاخر كده، هي دي بقى الامة بتاعتنا، وانت هتبدا من هنا. مين اللي هيدور علينا الاول؟ خليني انا ادور عليكم، ماليش حل ان انا استخبى. ايوه خلي سنجوب، خلي سنجوب هو اللي يدور علينا. ماشي خلاص، انت يا سنجوب هتعد من واحد لحد مية، وانا ومشمش هنستخبى، وبعد كده هتيجي تدور علينا بس من غير ما تخم. ماشي ماشي ماشي، حاضر يا عمر حاضر. يلا ابدأوا استخبوا. يلا، واحد اتنين تلاتة اربعة. يلا بقى بسرعة، يلا بقى بسرعة. لا المفروض استخبى بسرعة. ايوه كده، هو ده اللعب ولا بلاش؟ يا نهار ابيض، استخبى فين؟ عرفت مكان ممكن استخبى فيه. بسرعة 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 بسرعة، بس كده انا هستخبى كده ورا الصندوق ده، وانا متأكد ان سنجوب اصلا غبي ومش هيعرف يجيلي. ايه ده في صوت رجل، معقول سنجوب عارف مكاني؟ ده اول مرة يمسكني لو كده. يا نهار ابيض، يا رب ما يشوفني. يلا بينا يا مومي. يلا بينا يا جوزي يا حبيبي. ايه ده، هو انتوا مين وايه الاشكال دي يا ماما؟ ايه ده انتوا مين؟ انا بوبي ودي مراتي مومي. وانت اكبر غلطة انت عملتها انك طلعت 12 بالليل من بيتك. لا ايوه يا مومي يا حبيبتي، دلوقتي خلاص هنحقق كل مخططات دكتور زابل والمخططات اللي احنا كمان بنحلم بيها. هنخلي كل البشر ملهمش وجود، ده غير ان احنا كمان هنخليهم كلهم العاب زينا. ايوه يا حبيبي، وهنبتدي بالولد الحليوة ده. ايه ده، هو انا فين؟ ايه ده، هو انا اللي جابني هنا؟ وانا ليه متكتف كده؟ انت متكتف هنا لان خلاص مش هتبقى بشري تاني، هتبقى لعبة زي انا ومراتي مومي، وهنعمل كل مخططات دكتور زعبل زي ما امرنا. ايه ده، لا 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 لا، انا مش هبقى لعبة، وسعوا فكوني. خلاص انت هتاخد المصل اللي في ايدي ده وهتتحول على طول. ابدا لازم افك. ايه ده، بسرعه لازم اجري. انا ايه اللي جابني المكان ده؟ انت بروح فين؟ اروح فين بسرعه؟ يا نهار ابيض، اطلع هنا بسرعه. يا نهار ابيض، زمانهم بيجروا ورايا. ايه ده، انا ايه اللي جابني المكان ده وايه اللي حصل ده كله؟ اروح فين؟ انا خايف. يا نهار ابيض، دي جايه ورايا. ما قداميش حل غير ان انط هناك. ايه ده، انا هقع كده هتزحلق. يا نهار ابيض، المكان عالي قوي. خلاص انت جيت عندي بنفسك، عمرك ما هتعرف تهرب من هنا. لا 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 لا. ايه ده، انا لسه عايش ازاي؟ انت فاكر ان انت هتعرف تهرب مننا؟ ده احنا العاب خطيرة جدا ومفيش حد بيعرف يهرب منهم. مومي مسكتك على اخر لحظة، انت فاكرنا ايه، ضعاف زي البشر؟ اهلا بيك معانا بالالعاب الشريرة. انت تقصد ايه؟ انا مش فاهم حاجة. يا نهار ابيض، انا ايه اللي حصل لي؟ انا حاسس ان جسمي غريب جدا. ايوه يا كيسي ميسي، خلاص انت دلوقتي كيسي ميسي. يعني ايه كيسي ميسي؟ انا مش فاهم حاجة خالص من اللي انت بتقوله ده. انت بقيت خلاص دمية زينا بالظبط. وما تقلقش، عقبال ما تطلع برا هتلاقي المدينة كلها بقت دمية برضو. انت ايه اللي انت عملته فيا ده؟ لا انا مش مصدق. ايه ده،
خبر عاجل، معكم المذيع اخوكم من اخبار بروك هيفن. دلوقتي جالنا خبر ان كل المدينه بره بتتحول لالعاب غريبه جدا، ومحدش عارف يسيطر على اللي بيتحولوا، لان دماغهم كلها بتتمسح وبقى اشرار، والمدينه كلها بره في دمار شامل رهيب جدا. حد يلحقنا بسرعه، احنا مش عارفين نعمل ايه، مش عارفين نعمل ايه. حتى الشرطه برضه بتتحول لدومه، احنا بنروح في داهيه.